انا بالنسبه لي ماشي مشكل باش يجي الكراكي ولا عموته ولا السلامي ولا شي ولا الحيمه ولا اي مدرب يكون مغربي تكون عنده كفاءه، ومن الاحسن نعطيوها لشي مدرب اللي يكون باقي صغير باش يعرف العقليه ديال المغاربه، وخصوص اذا كان شي واحد كان محترف خارج ارض المغرب. لا ما كاين حتى شي مشكل، سواء عموته سواء الكراكي، كل واحد عنده يعني الطريقه ديالو. فالشارع المغربي يبغي عموته ويبغي الكراكي ويبغي اي اطار مغربي يبغي انه يدرب المنتخب. اما بالنسبه لواحد فهو ما عطاش حتى شي حاجه، وكما كنقولها وكناكدها، فانا كنت في الملعب وطالبنا برحيل ديال واحد، ولا لازلنا كنشوفوا مازال واحد رغم انه ما عطى حتى شي افاده. فالشارع المغربي كله ما باغيش هذاك المدرب، وما عرفش علاش رئيس الجامعه مازال مخليه في المنتخب. خصنا نشوفوا بهذاك واش السي القجع رئيس الجامعه ما بغى، علاش ما بغاش ينفذ يعني الشارع المغربي كيطالب اقاله واحد رغم ان المنتخب كيلعب في واحد المستوى هزيل، رغم ان هذه تقريبا واحد 3 سنين هو كيلعب بنفس اللعابه بنفس اللعابه يعني كيعيط عليهم، ولكن تشكيله القاره 3 سنين هذه ما كاينش، لدرجه ان الشارع المغربي ما كيعرفش شنو هي التشكيله ديال المنتخب. المستوى ضعيف، اللعابه تقريبا اكثر من نصف اللعابه اللي كاينين في المنتخب ما يستحقوش المنتخب. اما بالنسبه الى واحد فانا بالنسبه ليا وماشي بالنسبه ليا انا، فاش المغاربه كاملين متفقين على انه احسن بديل هو اطار مغربي، لانه كيعرف العقليه ديال المغاربه. اش نقول لك، انا غنكون واحد الطرف محايد وغنقول لك بان انا ما كيهمونيش الاسماء، انا باغي غير شي واحدين اللي يكونوا جينيراسيون جديده اللي غتزيد بينا لقدام، وبغينا شي واحد اللي يكون مغربي، حيت حنا عينا من داك السيناريو ديال ديما جايبين لنا حنا كوار، حنا شنو ما عندناش الكفاءات، راه موجوده، خاصهم غير يقلبوا يلقاو، يعطيو فرص. وبنادم ديك الساعه ما تجيش انت وتعطي واحد البيجي اللي هو كبير، ها وحدين شدهم فورميهم مزيان، عطيهم واحد الوسط فين غاديين يكونوا وغادي تفورموا مزيان وغيخرجوك شي حاجه اللي هي مزيانه، ماشي نتايا ملي كيتسالوا عندنا حنا الخطط كيمشيو كيقلبوا على وحدين، شنو زعما حيت كيدوي ماشي بلغه مغربيه؟ راه ما غيعطيكش واخا يكون كيدوي ما عرف شناهي هذيك، خاص كاين مغربي خاصك تعطيه غير فرصه وتثيق فيه، غيعطيك شي حاجه اللي هي ما تصورهاش. انا في رايي المتواضع زعما تنشوف من المنطق لا لوجيك، لا عموته ولا ركراكي، ان السي واحد تيربح الماتشات كاملين خليو السيد يكمل، حنا كاع الا جبنا هاد عموته ولا هاد الركراكي واش غنجيبو كاس العالم؟ السيد صافي تيربح الماتشات الرسميين، نقطه رجع السطر. انا لست لا ضد واحد ولا مع واحد، انا مع النتيجه. انا ملي ما تنتفرجش انا في الماتش وما تنتصنش ليه، مع الاخر ملي تنسمع النتيجه تيقولوا لي راه المنتخب ربح، انا لا تهمني الكيفيه اللي لعب بها ولا هذا، هذوك الماتشات تيتربحوا ما تيتلعبوش. ان شاء الله يجيبوا لنا مدرب الوطن حيت هو اللي يمكن لهم يدربهم مزيان. انا تنفضل يكون الركراكي، حيت الركراكي قام بواحد الواجب كثير زوين مع الوداد البيضاوي، ونتمنى من الله يجيبوا ولد الوطن. ماشي علاش ما عندنا ما نديرو حنا بواحد جي اجنبي تيدي سباب ديال الفلوس، تيدي سباب ديال الفلوس وما تنستافدو حتى شي حاجه، والله ما بغى يدي واحد ولد الوطن بهذا.